نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي، وأكد أن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد الآن ما يسمى بالدولار الجمركي حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه. كما شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري كل يوم، مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول كذلك على المعلومات من مصادرها الرسمية. بحثت مصر والسعودية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال النقل الجوي، وجاء ذلك خلال اجتماع لوزير الطيران محمد عباس حلمي مع عصام بن سعيد عضو مجلس الوزراء السعودي لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل الجوي في ظل تزايد الحركة الجوية بين القاهرة والرياض. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 711 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت 2.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10356 نقطة مرتفعا بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 10363 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2274 نقطة مرتفعا بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة. وفتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3256 نقطة ليصعد بنسبة 61% ويغلق عند مستوى 3276 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيه و28 قرشا للشراء و19 جنيه و38 قرشا للبيع. بالنسبة لليورو، وصلت قيمته إلى 19 جنيه و35 قرشا للشراء و19 جنيه و47 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و34 قرشا للشراء و22 جنيه و47 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و24 قرشا للشراء و5 جنيهات و27 قرشا للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 5 جنيهات و13 قرش للشراء و5 جنيهات و16 قرشا للبيع. في أسواق المال الخليجية، ساعدت عودة شهية المخاطرة وتعافي أسعار النفط في ارتفاع الأسهم الخليجية الرئيسية في نهاية تعاملات اليوم، فقد أنهى المؤشر الرئيسي في السعودية أنهى التداولات على ارتفاع بنسبة 0.9%. أما في الكويت، فصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 23%، في حين تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة هامشية بلغت 0.01%. انتهت هذه الجولة الاقتصادية مشاهدينا الكرام، في نشرة التاسعة نعود لاستكمال ما تبقى مع سحر ورغدة. شكرا لك مصطفى ميزار.